السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم مع بعض عن توقعات الاسبوع الثاني لمواليد برج الاسد لشهر فبراير. الاسبوع الثاني لشهر فبراير، يلا يا مواليد برج السرطان. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. امرأة الاسد، امرأة قوية. اول حاجه مواليد برج الاسد، خلوا بالكم من نفسكم كويس جدا، حاولوا ان انتوا تهدوا، حاولوا ان انتوا تغيروا الوضع. طيب ما شاء الله، يعني الاسبوع ده شايفه مواليد برج السرطان، مواليد برج الاسد، امرأة الاسد امرأة قوية، امرأة شجاعة، امرأة بتحب الحياة، امرأة بتحاول تسعى إلى النجاح. امرأة الأسد امرأة قوية، امرأة بتحب الحياة، امرأة بتسعى إلى النجاح، بس عندها علاقات متعددة. عندك علاقات متعددة يا مواليد برج السرطان، مواليد برج الأسد سوري، فتاة الأسد بتحب العلاقات المتعددة، بتحب الحياة، بتحب تبص لها بطريقة مختلفة، بتحب الحرية جدا، بتحب إن هي تعيش كل حاجة في وقتها. طيب امرأة الكوبة، امرأة الكوبة امرأة قوية، امرأة جدعة، امرأة ناجحة، بتحاول تنجح بأي طريقة، وبتعرف ازاي تجيب القرش، بتعرف ازاي تجيب الفلوس، بتعرف ازاي تحقق الهدف، بتعرف ازاي توصل الى الطريق اللي هي عايزاه بالشكل اللي هي عايزاه، مش اللي الناس عايزه. امرأة الاسد شخصية نارية، شخصية بتحاول تسعى الى التحقيق وبتحاول تسعى الى النجاح. يعني اقدر اقول ان شخصية برج الاسد محدش بيقف قدامها، او ما بترحمش حد لما حد بيتخطى حدوده معاها. طيب امرأة البستوني، امرأة البستوني هي امرأة قوية جدا، بس مهمومة وشايلة كتير في حياتها، عندها ملل، عندها غضب، عندها زعل. امرأة الأسد امرأة قوية بس شايلة كتير في حياتها، قلبها وجعها، قلبها مكسور، انخدعت، اتغدرت، اتخانت، حصل عندها مشاكل كتيرة جدا يا مواليد برج الأسد. هنقول شايب الديناري، شايب الديناري هنقول هو شاب كويس بيحوم حواليكي، راجل كويس بيحوم حواليكي، طالب منك الجواز، شاب كويس في العيلة، عندك شاب كويس هو حايم حواليكي، يعني بيلف عليكي علشان خاطر هو بيحبك، هو عايز يكمل معاه حياتك، هو شاب كويس. دي امرأة برج الأسد. طيب هنقول تسعة الكوبة، تسعة الكوبة هنقول علاقة حب متبادلة، أو رغبة في علاقة مع الحبيب، أو اشتياق للحبيب، من ناحية علاقة، عندك علاقة عاطفية بينك وما بين الحبيب، لقاء، اشتياق، رغبة في وجود الحبيب. عشرة الكوبة، عشرة الكوبة دي زي تسعة الكوبة، هي الاتنين بتفسر تفسير واحد، وطول ما طلعت لك ورقتين فيهم نفس المعنى ونفس التعبير يبقى الكلام حقيقي. كل اللي بيسمعوني لمواليد برج الأسد، اقعدوا مع نفسكم وحاولوا تفكروا، انتوا مشتاقين للحبيب، مشتاقين، رغبة، اشتياق في قلبكم للحبيب، مفيش حد يقول لأ، علشان خاطر الورقتين دول طول ما طلعوا يبقى الكلام حقيقي، الكلام موثوق منه 100%. مواليد برج الأسد، فتاة الأسد أو راجل الأسد، عندك رغبة في وجود الحبيب، عندك لقاء مع الحبيب، علاقة حب متبادلة، في شاب كويس، هي امرأة قوية، امرأة جدعة. طيب ستة الكوبة، ستة الكوبة دي هنقول حد أناني، حد بيحاول يغدر بيكم، حد بيحاول ان هو يوقعكم في الطريق الخطأ. ستة الديناري، ستة الديناري دي لقاء مع شخص مزعج، لقاء مع شخص مزعج. الأحسن ان انتوا كده اللقاء ده هيتقابل، بس ان انتوا حاولوا تهدوا وتحاولوا تستمتعوا بالجو وتحاولوا التغيير في الوضع علشان خاطر الأمور ما تسقش أكتر من اللزوم. تمانية البستوني، تمانية البستوني دي هنقول مشكلة او كشف حقيقة انت هتكشفها، او انت ماسك من اول طرف الخيط،
ومحتاج ان انت توصل وتكمل كشف حقيقة. عندك شمعة هتنور وهتكشف لك حاجات كتيرة جدا انت ما كنتش مستوعب انه في يوم من الايام ممكن الحقيقة تكتشف. تمانية السباتي. تمانية السباتي دي هنقول اشخاص اعداء عندك، اشخاص كتيرة جدا بيتكلموا في وشك بحاجة وفي ظهرك بحاجة تانية، بيتكلموا قصادك حاجة ومن ظهرك حاجة تانية. اصدقائك في العمل، اصدقائك في الحياة، اصدقائك منذ الطفولة، اشخاص داخلين عليكم وطالعين. عندك حقد، عندك اعداء كتيرة جدا انت فاكرها صحاب، فاكرها اشخاص كويسين، بس لا، الناس دي بمليون وش، الناس دي بمليون وش، بيكونوا بياكلوا معاك ويشربوا ويطلعوا يتكلموا عليك، بيكونوا ياكلوا معاك ويشربوا ويطلعوا يتكلموا عليك. للأحسن إن أنت تحاول تكتشف الحقيقة، وأنا شايفة إن أنت عندك شمعة هتنور وكمان عندك حقيقة هتكتشفها إن شاء الله بإذن الله. ستة البستوني. ستة البستوني هنقول إن هي حاجة يعني موضوع مفهوش فايدة، علاقة مزيفة، اجتماع ملهوش فايدة، تفكير على الفاضي، طريق مفهوش فايدة، نصيحة مزيفة، اهتمام من شخص مزعج. طيب الأسبوع ده لمواليد برج الأسد، انت امرأة قوية، امرأة ناجحة، امرأة بتحب التفاؤل، امرأة بتحب الحياة، ما بتحبش السيطرة نهائيا، بتحبي انت تسيطري. عندك شاب كويس بيلف حواليكي عايز يكسبك، عندك عايز يوصل مشاعره اتجاهك بالطريق الصح. هنختار ورقة مع بعض ونشوف الأسبوع ده لمواليد برج الأسد. مواليد برج الأسد أنا عايزاكم الأسبوع ده تهدوا نهائيا وتحاولوا تستمتعوا بالجو بطريقتكم. تسعة السباتي. تسعة السباتي دي أعداء، عندك أعداء، أعداء مزعجة، أعداء بياكلوا معاك في طبق واحد، أعداء كلوا معاك عيش وملح. الأعداء دول صايبينك بالعين، صايبينك بالسحر، صايبينك بالتعب والإرهاق والملل، يعني عاملين لك حاجة تخليك دايما حياتك منحوسة، دايما حياتك مقلوبة، دايما حاسس بالنقص، حاسس بعدم الراحة، دايما بتشكي. دايما انت مواليد برج الاسد، شخصية الاسد عملت عمليات كتير، متعددة العمليات، عملت اكتر من عملية، نفسيا تعبانة جدا. خلي بالك من حياتك، او خلي بالك من حياتك، احذر من الاعداء اللي هم بياكلوا معاكم عيش وملح. تحياتي ليك يا مواليد برج الاسد، واتمنى لك اسبوع ممتع.